السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم يا جماعة؟ عساكم طيبين؟ إن شاء الله مرتاحين. الحمد لله خلصنا من أوساكا، سايرين إن شاء الله إلى واكاياما، بنيس فيها يوم، بعدين بنحول إلى منطقة ثانية، منطقة جبلية بتكون. بس علشان معلمين كانوا وايد وايد جميلين، اتمنى يكون الجو نفس جو اليوم، ان شاء الله الجو الجميل يكون نفس هذا الجو يوم نوصل واكاياما ان شاء الله. ف ان شاء الله تكون رحله ممتعه وسهله ان شاء الله يا رب، وترقبوا. انا شفت هذا ودش في خاطري صراحه، في هذا الريد بينز وفي هذا الثاني ما اعرف شو بالضبط، اذا فندال زين باخذه بطالع بس بشوف. اخذت لي بنتو قبقوبو، اخذت لي هذا بعد السويت، ما هو سويت مالهم ريد بينز يعني. بس يا اخي والله جماعه عندهم سوالف والله طر هاي يا اخي، احس شكله لذيذ. واكي ناكل نفس الاوكونومياكي يا ريال، او تشيز كيكي يا اخي. اليابان هنا على اساس انك يعني بتمشي واي بتضعف وشال الكلام، والله انا وزني مثل ما هو، هاتش ما متنت زياده يعني. يا سلام والله اكلهم لذيذ. هو ما تعرف هذا شو، بس انه بلعه وانت مش اسمه الا اخطبوط اوكي. وشوف علشان تحس انك انت ياباني صدق زين، كل كلمه حط وراها حرف الواو، يعني هذا بولوريدو وهوريرو يعانو الزحمه توا فاضي يعني اوكي. انا اخذت بنتو بس باجي لي مشروبه روم عنده هاي ترى والله على باخذ لي جرين تي انا من الجسم من الفندنج ماشين. والله مش صوت زحمه، وقف بالوريد، وقف زحمه بيشلون دورك يا ريال. وحليلهم التاكوياكيز كيف صغارية حرام. تشيبسو اجين بعد تشيبس حط حر الواو والسود يابانية تشيبسو. يا اخي اقول لكم والله صبعي هذا التعن خير ام اليابته. شو اي كله علشان شو بعطي دي في جيبي. تعوست شو الحل؟ حتى والله جلبت الكاميرا بالغلط. تعوست يا اخي، شو حطي مويسترايزر شو احطي؟ والله هاف نو ايديا. اي بلزقه شكلي. شكله لذيذ طبيعي. والله يا اخي الريد بينز لذيذ، ليش ما يعجبك الريد بينز؟ طعمه نفس اللوبيا والله. بسم الله بسم الله، متاخرين بس ما علينا. وتعال صح، شو رايكم انت شو اسمه تحلوقه متحلق مرتب صح؟ اوكي شو على الاقل انظر. المهم هذا الثاني بينز ابيض. يا اخي طعمه بالغليط، بينز طعمه بالغليط. شو طبعا ثنيناتهم مسوين من الريد بينز اللي هم الفاصوليا الحمراء، بس هذا فاصوليا بيضاء طعمه بالغليط.
بس حط الطاقة وراه طلع قدام. المهم وصلنا احنا الحمد لله الى وكياما سيتي. وكياما يا سلام صراحة لو شفت الجو برا يعني المكان نفس كانها قرية يعني وايد حلوة الصراحة. وللأسف ان بنيس فيها يوم واحد زين. بنحاول نلفلف فيها كم من قلعة قلعة واحدة قصدي وبنسي مكان نفس وسترن يوروبيان بورت هناك وإن شاء الله بعدها سيدة شو اسمه بنسير منطقتها الثانية تيدي باتر. فمن اليوم بنحجز تذكرة حق شو اسمه حق المنطقة اللي بعدها إن شاء الله. الحين بنكلم هاي له وحليلهم. أول ما وصلنا شفنا واحد شكله شيء غريب وقفنا وقفنا سيدي شافنا قالنا كيف نقول كيف أقول لكم أول شيء موين أنتوا صح؟ دبي قلنا له إيه قلنا من دبي. كان يقول كيف أنا ما فهمت له صراحة بالوليد فهم له أن كيف أقول شكرا بالعربي وحليله قالنا شكرا وروح مرحبانين. وأنا أحس هالمكان وايد فيه شياب بس حلو المكان طبيعي جميل وايد حلو المكان الشرح شوي بنغير من المدن المزدحمة. ولا شو رايك بالوريدو؟ شو رايك بالوريدو؟ يا ساشي احلى ترى تعمل قرى شوي غير يعني مو بنفس مال طوكيو تلقاهم شوي اطيب وفعلون عادي. ايه صح. اوه سوبارو سوبارو ديس استي اي بعد دوبي. ايه دوبي هذا والله ايه دوبي وراش حفرة. اوه شو الزد انا استغربت هذا اول فندق نسير له يقول لنا عندكم سيارة تبركنونها شكلهم مو متوقعين ان احنا جايين بقطار صح ولا؟ لا عشان يشرجونك وطبعا ولا يمكن اغلبية يجون هنا اصلا بسيارة يمكن بسيارة يجون يشرجون شو الزدو زدو والله صدق لاحظ حتى الممر اللي مشينا فيه من الساعة كله محطيك الحان شو ما ادري شو احس شو مكان كل شيء ياب كل انتهي شويب اذا ما كحيت ممكن ما تغلب قهقي يا سلام ان شاء الله لما نوصل احنا الكاسل برضه نصور لكم مره ثانيه ان شاء الله في المناظر الجميله تعطيني فايبس مال سبورو يا ريال على الشارع الشارع الشرح والاشجار الصفراء والحمراء. هاي بتعرف كيمونو خذ من هنا شوف هاي كواليتي. هاي وصلنا الى اوكياما كاسل. نحن الحين هنا تحت هي زين ترى جاي من مريم على الصوب. بنشوف وين الباب الرئيسي لان شكلها حديقه عوده ولها ممر يعني بين الشيار وشو هالكلام. توني حتى انا لافين كذا شفنا في بلكونه كانت بلكونه فوق هنا من سارت هاي اول قلعه بقدر امشي فيها من برا يعني. اوه سميتشي والله سمك الله شو السمك الكوي احس طعمه لذيذ ما ادري ليش. اهم شيء الحمام بقوليت انا الحمام تقول لك عطني يفر وانا لا تفرون عليهم عطني يا ريال طيب امشي رافع ايدها يا اخي توني شفت سمك يا اخي هاي اعتقد لوين سميتشي او كيكي هناك وين صارت هي نص براط ومحلم الفاشينستات سبحان الله شوف هاي اشكالكم كيما تتكلمون مسوين انتو فيلرز ما ادري مسوين هاكي شكلك بالضبط تلعب سيكيرو اي صدق لعبه سيكيرو حلوه زين حرام عليك ما لعبتها
ما كملت بس ما كملت برد بلعب. يا جميلة وايد جميلة، المكان وايد جميل. يا سلام شفت الشيرة حود يا ريال، ما شاء الله ما شاء الله. احس والله حلوه شو اسمه حركه انك تمشي من مدينه لمدينه، اذا انت مطول وايد تخلي مدينه في النص شي ريلاكسنج شي طبيعه وشي. احس وايد حلو صراحه الشيء، اي لايك ات، فيعطيك ريلاكسنج فيلينج بعيدا عن الضوضاء. الضوضاء الضوضاء بالضبط. ترانزيشن اي ترانزيشن، ذكرتني بفلام هندي قبل شو انترميشن في النص باستراحه يعطونك في نص الفيلم. فلام هندي قبل كانت تصير وايد قلب سينما. اوه فلام هندي لعبتي قبل انا محمد ياسر. اقول لك انا محمد قبل كنا كل ما ينزل فيلم جديد نصير قلب سينما نشوف فلام هندي. بس شو الصياح يا ريال، تشوف الهنود القدام الصياح هي الصنان جان وشو يصيح شو الصنان يا ريال الصنان الصياح هو صياح وصنان لذتين تايم يا راجل. تذكرة والفراخ والبيبسي وهذا كله يمكن يطلعك 15 درهم. شو القطو هذا اللي يالس؟ بسم الله شو هذا؟ والله يخوف. اي والله يا ريال تحس كنا من هال البوسز مال شو يسمونه مال الدرينج شي يطلع لك ينشتي مرة واحدة ولا طال بوز قديم اهم شي نزايغ بعد نفس كايدو اللي كان معلق في اللوحة امس. ناني ليش ايش سويت لكم؟ وصلنا القلعة. طبعا صعد دري لي ما قد بس صراحة دريات من هناك لين هنا لين فوق. الحين بعد برد بنزل من هنا تحت all the way فوق ان شاء الله. ابا اسير هناك صوب البلكونة ابا اصور القلعة من فوق. احس الحديقة فيها جميلة والله وايد وايد الحديقة جميلة. ف it's going to be amazing ان شاء الله وايد حلوة. انا وايد استغرب من هالشي صراحة، ايش عندهم تماثيل مقدسة شيء كذا يفرون عليها فلوس دوم. هذا وودن تايجر ستاتشو مكتوب يفرون عليها فلوس. تنين الناري لا شو النمر الناري نمر على سمكه على ضوء غريب والله. ايه هاي القلعة مخشبة مدير خودن وكيانا كاسر كلها من خشب شكلها جميل والله. هاي سيكرت نوت اوف ارتشري اسرار اسرار مال يسمونها القوس والسهم كان مكتوب هناك بريد في الايدو بيريد. ما ادري يا رجل مش مكتوب بالانجليزي شيء مترجم ابدا بس في القصه هناك. هذا مش مكتوب بعد في اي تاريخ بس يقول لك هذا gun with a safety device made in Germany السلاح مصنوع من المانيا. وهذا جابانيز detonator pistol بستل صغير ياباني. وهذا نفس الشيء carried by postman دوكته مرسال الغرام عندهم متوحش يا وصل رسالة الحب يا يذبح قل له. والعثرة ايش طول المسدس هذا
شو اسمه هذا؟ ماتش لوك ميد باي جان كرافتمان هو سيرفد ان ايدو شوغانتي. شوغنت؟ اقول لك الوليد هالمسدس رصاصه من يضغط على الزناد هذا لين ما تطلع رصاصه يمديك تتشهد. صار ها؟ ريحته كلها بارود احس. بارود انطلق. يا اخي والله غش. انا الحين جاي ساموراي نفس هذا وحدي ياس امشي وعري وظهري منعوي حتى حال يطلعوا لي من هايله اثنين يباغثوني بهالسلاح قفعه تقول مدفع. هذا ما ظن يسوي لك خبق. هذا يمكن يبتر لك عضو من اعضاء ايدك ولا رجلك. شوزن اي والله ما ادري حتى اذا في تحت رصاصتين ولا شيء. اوه حصلت سلاح كايدو. كايدو من ون بيس عاد ادري. تعالوا صح على فكره ترى كل عائله من العوائل اليابانيه هنا عندهم فاميلي كريست. فاميلي كريست اللي هو شو نفس شعار العائله. شعار عائله اللي كانوا حاكمه هنا قبل في الايدو بيريد كان هذا الشعار مالهم. اعتقد انا جلاف لو انا عندنا شعار بتكون شيء ما شاحوف يمكن ولا شيء كذا. اي ثينك حققت حلمي وصعدت فوق. يا سلام شو كان جميل. شو البروده يلا يا المهب. والله حلو مدينه فوكاياما الصراحه ما توقعت محاطه بالجبل. الجبال والغربان بعد لا قبل شو اميزنج يا ريال دوك قلعه مره فوق شو اسمه الباجي كله ملاحق. الباجي كله ملاحق الباجي حق العبيد حق البيزنتس يا ريال. ومحاطه بالماء. لا ما هاي كلها تابعه لارض القلعه ما لها علاقه بالبيزنتس. برا شوف الرصاصه بعد الرصاصه هذا هي هاي كلها مشروب القلعه. يا ريال شو من السلطة اللي عندك اللي تسوي لك قلعة هالكبر فيها ناس يشتغلون مدري شو مساحة كبرها شو يا ريال. ما شاء الله المكان الصراحة. ليش ما تكون عندنا شبه حيرات زرع وهالمكان هذا حق طبعا الجرين تي سيرموني يشرب الشاي الأخضر هناك. شوف كيف ما قالوا لك ساكي خمر ومدري شو هالكلام. لا انا بشرب شاي اخضر على بحيره. يا سلام نحن تشرب شاي احمر على قهوه منوري صوب الكرنيش عند سوق السمك. شو السالفه؟ المكان الصراحه جميل بين البحيرات بالبحيرات بالانهار بالجداول في عمق البحار مع تباشير الصباح بس متحبيت الرياح طرق نرمي الشباك ليه رامي الصياد الصغير طقدم طقدم. اوكي شو المكان؟ دو نوت انتر. شوف اقول لكم هذا حق التي سيرموني كان وايد جميل. يا الله على المنظر بو 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 بو. يا السلام يا ريال. الابليكيشن مال هالفندق كان مال فاميلي والله. وينها شوف شو زين بحط يعني اتش كي يلا
انا بروحي هسه اقول شو اي ام 2 اي ام 3 انا عباي سنطور طلع رادو ندوكته سنطور سنطور من رادو ولا طلع ياريانو والله رادو طلع يا اخي متى ما شفت رادو في الشبريه خي ما الاول زين حكي كيف كيف بند الحين هذا يرسعي اوكي خلاص سكر يا اهلا وسهلا شو اخباركم يا جماعه عساكم طيبين شوفوا هو انا المفروض راقد زين هو انا رقدت اوريدي واصلين احنا الشقه من وقت و قلنا بنريح خلاص من بعد الكاسر خلاص كنت انا رقدت وعلى بالي برقد ثاني يوم المهم وعيت فانا بويت اوه ابن الشعر انه دونت ووك وهاي هنا حق انا طالع الشارع بتصير خضر بتغير ولا لا فعلى اساس اني برقد يوم باكر وباكر بنصير ووب اوكي بقى. حبيب اي والله في العمل ووك لا زرقة 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 تخيل أخضر أصلاً ردي المهم فقررنا نطلع لمكدونالدو بنص الليل علشان نكمل احنا عدنا 9 أيام فنروح لهاي كلها عدنا 9 أيام بعدنا ما حجزنا فيها ولا شيء فبنرتب البلان الحين إن شاء الله مو بأوتلت أول مرة تشوف مكدونالدز كذا يعني عود نفس مكدونالدز عندنا في الإمارات تبعيد بروحه باركنات السنه دينك في اليابان كلها في مدن سفجي اي صح صح كان مفتوح هذا يوتي تسكري الله ماكدوناردو يا سلام